تتواصل استعدادات الاتحاد البحريني للسيارات لتنظيم جائزة أوروبا الكبرى لسباق الفورمولا 1 الذي من المقرر أن تحتضنه العاصمة الأذربيجانية باكو يوم الأحد المقبل. وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات، رئيس لجنة الكارتن الدولية، عضو المجلس العالمي لرياضة السيارات، أن هذه المشاركة تأتي استكمالا للمسيرة الرياضية ورياضة السيارات في المملكة، معربا عن ثقته الكبيرة بوفد الاتحاد البحريني للسيارات في تحقيق النجاح والعلامة الكاملة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا 1. وكانت البعثة البحرينية قد اكتملت مع وصول الدفعة الثالثة من وفد اتحاد السيارات البحريني صباح يوم أمس الأول، حيث انطلقت التدريبات الرسمية على مضمار الحلبة لجميع الفرق المنظمة والأعضاء استعدادا لانطلاق السباق التاريخي.